منذ ملايين السنين عندما كانت الديناصورات تجوب الأرض، كان هناك مفترس في البحار لا يقل رهبة وقوة، سمك القرش ميغالودون عملاق البحار الذي يفوق حجمه أضخم الكائنات التي عرفها الإنسان. مرحبا بكم في مغامرة جديدة على طريق الاكتشاف والتعلم. اليوم سنغوص في العمق لنكتشف سر القرش ميغالودون. هل سبق وأن تساءلتم عن الحياة في البحار؟ لو بقي هذا العملاق البحري موجوداً؟ كان ميغالودون، الذي يعني سن العملاق، أكبر أنواع القروش المعروفة في العالم. قد يصل طوله إلى 18 متراً، وهو أكبر بثلاث مرات من أكبر القروش التي نعرفها اليوم. تكمن أهمية سؤالنا في تأثير حضور هذا القرش على الحياة البحرية والبرية. تخيلوا رؤية ظل هذا العملاق يمر تحت مركبكم. هل ستكون البحار والمحيطات آمنة للسباحة أو الغوص لو لم ينقرض القرش ميغالودون؟ إنه تساؤل يطرح نفسه وسط ذهولنا أمام حجم وقوة هذا الحيوان. بنفس الطريقة يمكننا التساؤل عن تأثير هذا القرش على الحياة البرية. كان ميغالودون يتغذى على الحيتان الكبيرة. التأكد من توازن الحياة البحرية سيكون أصعب بكثير. توقعات العلماء تشير إلى أن البيئة البحرية ستكون مختلفة تماماً. لنتذكر أن القرش ميغالودون كان النوع المهيمن في بيئته، كانت قوته وحجمه تجعله في قمة النظام الغذائي. لذلك لو بقي القرش ميغالودون موجوداً، فقد يكون لدينا نظام غذائي مختلف تماماً في البحار. سيتغير النظام الغذائي الحالي للقروش الأخرى، ربما ستتغير أنماط الهجرة للكائنات البحرية الكبيرة. فالقرش ميغالودون كان يتغذى على الحيتان، الأمر الذي قد يغير توزعها. لقد كان يستطيع أن يطارد فرائسه لمسافات طويلة. الأنواع البحرية الكبيرة قد تختفي بسبب القرش ميغالودون. هذا قد يقلل من عدد الأسماك المتاحة للطيور البحرية، لذا سيكون التأثير على الحياة البرية واضحاً. لكن من الجدير بالذكر أن القرش ميغالودون لم يكن لديه أعداء طبيعيين. هذا يعني أنه لو استمر في العيش لم يكن هناك من يمكنه القضاء عليه، إلا أن التغييرات البيئية كانت العامل الرئيسي في انقراضه. التغييرات في درجة حرارة المحيطات وانخفاض مستويات الأكسجين أدت إلى نقص في الغذاء. على الرغم من ذلك يظل السؤال قائماً، ماذا لو؟ هل سيكون العالم البحري كما نعرفه الآن؟ هل ستكون الحياة على الأرض مختلفة؟ هل سنستطيع التعايش مع هذا العملاق البحري؟ الإجابة ليست واضحة، لكنها تدعو إلى التفكير والتأمل. ستظل القروش جزءاً مهماً من التنوع البيولوجي في المحيطات. فقد تعلمنا من القرش ميغالودون أن الحياة تتغير وتتطور، وأن التكيف مع التغييرات البيئية هو السبيل الوحيد للبقاء. ستظل القروش بما فيها القرش ميغالودون تثير فضولنا واهتمامنا، لكنها ستظل أيضاً تذكرنا بقوة وجمال الحياة في البحار. شكراً لكم على متابعتكم، ولا تنسوا الانضمام إلى رحلتنا القادمة في عالم الاكتشاف والتعلم.